السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يوسف علي بهزاد، مساعد المدير العام للتنمية البشرية والاستراتيجية المؤسسية بدافزة. حبيت أشارككم عن مفهوم التعلم الذاتي. ما هو التعلم الذاتي وما هو المفهوم الذي يتضمنه؟ التعلم الذاتي هو مفهوم حديث جدا في عملية تلقي الموظف للمعرفة التي يحتاجها وتساعده على أداء عمله بشكل أفضل. يتميز هذا النظام بتعدد المصادر، مصادر تلقي المعرفة وأدواتها، على سبيل المثال المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت، قراءة كتاب، مشاهدة مقاطع فيديوهات تعليمية كاليوتيوب، ويتم احتساب هذه كساعات تدريبية للموظف. تكون لدى الموظف الحرية في اختيار الوقت والزمان المناسبين له في أداء هذه العملية. جميل. وما هو التغير الذي سيحققه التعلم الذاتي؟ طبعا نحن في دافزة لما فكرنا في هذه المبادرة نسعى كنا إلى إجراء بعض التغييرات في الثقافة في المؤسسة، وهي الانتقال من الطريقة التقليدية في التدريب اللي يعتمد على الفصل أو يعتمد على مفهوم الأستاذ والتلميذ إلى التعلم المستمر الحديث اللي يعتمد على مصادر عديدة، بحيث نمكن الموظف من اختيار الطريقة التي تتناسب معه في تحصيل المعرفة. كيف سيتم تقييم كفاءة التعلم الذاتي على أداء الموظفين؟ طريقة التطبيق أو تطبيق هذه المبادرة ستحدد الأدوار بشكل واضح، لأن هناك ثلاث لاعبين في هذه العملية: الموظف نفسه، إدارة الموارد البشرية، وإدارة الموظف. اليوم الموظف هو راح يكون مسؤول عن المساهمة في وضع الخطة التدريبية له بالتنسيق مع إدارته، يعني المتمثل في المسؤول المباشر تحت إشراف إدارة الموارد البشرية. أما إدارة الموارد البشرية فستقوم بتقديم الدعم، توفير المصادر والأدوات التدريبية، ووضع السياسات والإجراءات التي تنظم عملية التدريب. طبعا سيراعى موضوع ضمان تحقيق النظام لأهدافه، وضمان أن هناك فعلا في تعلم يحدث. وما هي التحديات التي تواجه تطبيق التعلم الذاتي؟ التغيير احيانا يعني في كثير من الاحيان تكون عمليه مزعجه شويه، ويعني خاصه لما يكون التغيير في موضوع مثل ثقافه مؤسسه. النظام هذا يضع المسؤوليه اكثر على الموظف في عمليه التعلم، وقد هذا يخلق نوع من التخوف والتردد عند الموظف. نحن في دافزة اخذنا في الاعتبار ان قد تكون هناك، ومن المؤكد ان تكون هناك تحديات وصعوبات راح نواجهها، ونحن عن طريق ما يسمى بالتشينج مانجمنت يعني حصرنا هذه التحديات وهذه الصعوبات، ووضعنا خطة عمل للتعامل معها. يعني على سبيل المثال قد تكون هناك صعوبات في تقبل الفكرة الجديدة من بعض الموظفين، ونحن فكرنا في يعني وبدأنا في عملية التعامل مع رفع مستوى الوعي لدى الموظفين لفهم الفكرة بشكل أوضح وفهم النواحي الإيجابية لهذا النظام الجديد. جميع الموظفين كل حد عنده شغف في مجال معين، كل حد عنده حب لتخصص معين. اليوم دورنا احنا كيف نكتشف هذا الشيء. Thank you guys.